اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج قراطيس. انا بيخو مؤسس اوروا. في البرنامج ده هنتعلم الاوريجامي بشكل لطيف ومبتكر وسهل، خطوه بخطوه من الاساسيات لحد الاحتراف. يلا نشوف. ازيكم؟ دلوقتي هنعمل شكل جميل مع بعض. هنعمل ديناصور. كلنا طبعا بنحب الديناصورات والتنانين، بس الفرق بينهم ان الديناصورات كائنات كانت موجوده على كوكب الارض بس انقرضت من ملايين السنين، انما التنانين دي كائنات خرافيه يعني. تمام، يلا نشوف. معانا ورقه A4 29 × 7 × 21، او يعني استخدموا مقاس 20 × 30، بس A4 بيكون مقاس ستاندرد. التفاصيل معينه ممكن نشرحها بعد كده. هنبدا نطبق كده الاطراف على بعضها ونأكد على الخطوط، وبعدين هطبق الاطراف على خط النص يمين وشمال بالشكل ده، وبعدين الاطراف هنا هطبقها كده برضو على خط النص واكد عليها ماونتن فولد كده، طيب الوادي. تمام، الناحية التانية برضو. تمام، بعد كده هفتح وادخل الاطراف دي لجوه او inside reverse fold كده زي ما قلنا في انواع التطبيقات او اسماء التطبيقات، اعكسها لجوه كده اهو. الناحية التانية برضو. الشكل ده. وبعدين عندي الاطراف دي هعكسها الناحية التانية عشان احددها اكتر واظبطها كمان اهو. تمام، بعد كده هطبق كل طرف منهم على الخط بتاعه كده ماونتن فولد كده. تمام، وبعدين اطبقه كمان مره برضو ماونتن فولد او دايت الجبل اهو بالشكل ده. اعمل نفس اللي عملته على الطرف التاني. تمام، اعمل برضو نفس اللي عملته كده الناحية التانية. الشكل ده. تمام، بعد كده عندي في الظهر من اي ناحية قدام او ورا هطبق كل الطرف ده على خط النص علشان اشكل بقى الجسم واقفل الشكل بتاعي اهو. طبق بقى كويس واضغط على الخطوط علشان هي طبقات كذا طبقة فوق بعض. تمام، اهو يمين وشمال اظبطها كده. واكد عليها اوكي. وبعدين في الناحية التانية برضو هطبق كله بقى الباقي كله على بعضه. وبعدين اقفل كله كده، اقفله كده بالشكل ده اهو. بدأ يظهر لي الشكل. تمام، بعد كده من اي ناحية هبدأ اعمل الرقبة والراس. تمام، هطبقها كده احدد كده على الطرف الجسم على امتداد الجسم كده، وبعدين تاني هطبق لفوق كده على المايل. تمام اهو، وبعدين هفتح كده وهعمل الراس. شايفين
همسك الرقبة كده من عند خط التقاطع الميل اللي انا عملته ده، وادخل الجزء ده لجوه تمام بالشكل ده اهو، علشان اعمل الرقبة تمام. بعد كده اعمل الراس، اعملها بطريقة outside reverse fold كده. راجعوا فيديو الانواع او اسماء التطبيقات علشان تعرفوا التفاصيل دي، اسم كل تطبيقه تمام اهو. ممكن اطبق حته صغيره كده اعكسها لجوه كده علشان تدي شكل الطف. اوكي، بعد كده عندي في الديل بس كده احدده كده، اديله كيرف كده يدي شكل الطف. وبعد كده الرجلين ممكن اظبطها اكتر، افتحها كده اعمل لها برضو ايه الانسايد ريفرس فولد كده، اعكس لجوه كده بالشكل ده اهو زي ما انتوا شايفين، افتح واطبق كده اعمل لها ايه مجرى زي ما انتوا شايفين كده، دي اسمها ايه انسايد ريفرس فولد تمام، ويكونوا قد بعض مظبوطين علشان يبقى الشكل مظبوط ومتناسق. قدام ورا برضو اهوت هعكسها، اعمل outside reverse fold تمام عشان يكون طبعا في نفس الاتجاه لقدام اهو، تكون قد بعضها. حابين تضيفوا تفاصيل اكتر، يعني ممكن اظبط الظهر كده اطبق حته صغيره بس من فوق تمام، اظبط الراس اكتر اهو كده بس. انا كده خلصت الشكل، ان شاء الله يكون عجبكم. تابعونا في الفيديوهات اللي فاتت واللي جايه، عملنا افكار كتير وهنعمل افكار اكتر ان شاء الله تعجبكم. تابعونا وشكرا. We'll be right back.